الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الاخوه بالله للعلاقات الاجتماعيه والروابط الاسريه في الاسلام مقام عظيم وعنايه كبيره ومن اوصاف محمد صلى الله عليه وسلم التي وصفته بها خديجه رضي الله عنها ابان نزول الوحي ان قالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم متفق عليه ايها الاخوه بالله كثيرا ما يتحدث الخطباء عن البنات وما لهن من الحقوق وما لرعايتهن من فضل واجر عظيم في شريعه الاسلام واكثر من ذلك حديثهم عن الامهات وما لهن من الفضل العظيم والواجب الكبير الذي لا يمكن ابدا مهما بذل الابن من البر ان يبلغ مد احداهن ولا نصيبه ولكن من القليل عباد الله او من النادر ان يتحدث المتحدثون والخطباء عن دره مصونه وجوهره مكنونه وقلب رحيم اشبه ما يكون بقلب الام نقص الناس في هذا الزمان حقها ولم يعرفوا قدرها بل منهم من ادمى فؤادها واجرى مدامعها واذاقها من الذل الوانا ومن الظلم كيزانا انها الاخت وما ادراك ما الاخت الخادم الاول في بيت الاب والاخ نذرت جزءا من حياتها قبل زواجها لاخوانها تهتم بشؤونهم وتصلح احوالهم تعطي بلا من وتتحمل بلا جزع فالبيت لا يحملون همه والملابس لا يتعبون في غسلها والطعام لا يشقون في اعداده وتجهيزه اذ كل ذلك على الوفد ولا وبلا مقابل فيا لله ما اعظم عطاءها وما اقل اخذها وما اطيب قلبها فهل عرف الاخ مكانتها وقدرها وهل ادى حقها وهل ساهم في اسعادها وتعويضها ولو عن نزل يسير من شقائها في باكوره شبابها عباد الله الاخوه والاخوات من اقرب القرابات وهم اولى الناس بالصله بعد الاباء والامهات ولا يحجبهم في الميراث الا الاباء والابناء والاخوات اضعف من الاخوه لان الذكر اقوى من الانثى لذلك كان لهن من الحقوق على اخوانهم ما يقوي ضعفهم ويزيل عجزهم ويوفر الرعاية والحماية لهم سواء كن أخوات من أب أو من أم أو أخوات شقيقات فلكل واحدة منهن حقوق على أخيها والأصل عباد الله أن الأخت تحب أخاها وتعتز به وتحس بالأمن معه وترفع به رأسها وتقوي به ركنها تفرح لفرحه وتحزن لمصابه وتبكي لفراقه ومن قرأ رثاء الخنساء رضي الله عنها وأرضاها لأخيها صخر بان له منزلة الأخ في قلب أخته وقد تقدم الأخت أخاها في حال الخطر على زوجها وابنها ذكر أهل السير أن الحجاج أسر يوما من الأيام زوج امرأة وأسر ابنها وأسر أخاها
فلما طالبته بالإفراج عنهم قال لها اختاري واحدا منهم، فقالت الابن، فقالت الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، فاختارت أخاها. فقال عفوت عنهم لحسن خطابها، ولو لم يكن بين الأخ وأخته من رباط إلا أنهما من صلب واحد، أو حواهما رحم واحد، أو رضع من ثدي واحد، لكان ذلك حقيقا بحفظ حقها ووفور مودتها ورسوخ مكانتها، فكيف إذا اجتمع ذلك كله؟ وأغلب الإخوان والأخوات عاشوا طفولة واحدة، وكانوا تحت سقف واحد، واشتركوا في الطعام والشراب، وتقاسموا الأفراح والأحزان، وكبر أخوها وهي لا تحس به من شدة قربها منه وطول عشرتها له، فوالله لا ينسى العشرة في أروع أيام العمر إلا من باعد عن الوفاء وتنكر لأوثق روابط الإخاء. عباد الله، تعرفوا إلى عناية الأخت بأخيها ومحبتها له في خبر ولادة موسى عليه السلام، وتسريب أمه له في التابوت ليحل بمنزل فرعون، فأمرت الأم أخته باستطلاع خبره، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المواضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فما نعم موسى عليه السلام بلبن أمه وحجرها وحنانها إلا على يد أخته، فيا لها من أخت عظيمة سعت في مصلحة أخيها. ولذلك لما كلم الله موسى تكريما ذكره بموقف أخته فقال إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان وحيد أبويه، ولكن له إخوة من الرضاعة، منهم الشيماء بنت الحارث التي وقعت في الأسر مع بني سعد، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع الأسارى، فقالت يا رسول الله إني أختك. قال وما علامة ذلك؟ قالت أنا الشيماء، وعلامة ذلك عرضة عرضتنيها في ظهري. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العلامة قام فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها وخيرها وقال لها إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت. قالت بل تمتعني وتردني إلى قومي. فنحلها غلاما وجارية وأعطاها متاعا وردها إلى قومها. وفي رواية أنه قال لها صلى الله عليه وسلم يا شيماء سلي تعطي واشفعي تشفعي، فشفعها في قومها وأطلق لها من بني سعد الأسارى إكراما لأخته من الرضاعة. أيها الإخوة بالله، وكل أمر جاء بالشريعة بصلة الأرحام أو لها عن قطيعتها فالأخوات من أوائل الداخلات بلا نزاع. وإذا انتقلت ولاية الأخت إلى أخيها بعد وفاة والدها فالأمر عظيم والمسؤولية كبرى، فوجب على الأخ أن يحسن إلى أخته ويتفانى في خدمتها ويوفر احتياجاتها، وأن يكون لها كأبيها كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه مع إخوته لما استشهد أبوه في يوم أحد، وخلفهن هو رضي الله عنه، خلف والده في رعاية أخواته، وكن ست أخوات، فتزوج جابر
رضي الله عنه وارضاه برضاه تقوم عليهم وترعاهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا ثيبا. قلت: بل ثيبا يا رسول الله. قال: افلا جاريه تلاعبها وتلاعبك؟ فانظر ماذا قال رضي الله عنه وارضاه. قال: يا رسول الله، ان لي اخوات فاحببت ان اتزوج امراه تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. وفي روايه: ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن. رواه الشيخان. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ايها الاخوه بالله، فان من امراض المجتمع ان الغيره قد تشتعل بين الاخت وبين زوجه اخيها، فعليه حينئذ ان يكون عدلا حكيما حليما، لا يظلم زوجته لاجل اخته، ولا يبخس اخته حقها ارضاء لزوجته، ولا يميل مع احداهما على الاخرى، بل يحفظ لكل واحده منهما حقها. واعانه الاخ لاخواته كاعانته لبناته في الثواب واستحقاق الجنه، كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لاحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فيتقي الله فيهن ويحسن اليهن الا دخل الجنه. رواه احمد. وصله الاخت بالمال والهديه اولى من الصدقه على غيرها. ولما استشارت ميمونة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جارية تريد أن تعتقها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أعطيها لأختك وصلي بها رحمك، ترعى عليها فإنه خير لك. رواه الإمام مالك ورحم الله تعالى زوجا أعان زوجته على صلة أخواتها وأمرها بذلك ولم يمنعها من ذلك. أيها الإخوة بالله، ومن إحسان الأخ إلى أخواته أن يحفظ حقهن في ميراث أبيه، فلا يختال لأخذه ولا يفرط في صرفه ومنعهن من حقهن في الميراث، بل إذ هو من أفحش الظلم وأعظم الجرم. وللأسف عباد الله، فإن من أعظم أدوان العصر ومن أكثر القضايا في المحاكم والشرط أن يقوم الأخ الأكبر بحرمان أخواته من ميراثهن من أبيهن. وظلم ذوي القربى أشد مرارة على المرء من وقع الحسام المهددي. وإن من الظلم للأخوات إذا كان الأخ وليا على أخته أن يمنعها من الزواج من الكفر، وذلك من العضل المحرم في شريعة الله. ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه كم من أخ أحسن إلى أخواته فرفع الله تعالى ذكره وأعلى شأنه، وكم من فقير آلاه الله تعالى بسبب رعايته لأخواته بعد أبيهن وإعانته لهن وإحسانه إليهن. ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وارجوه إنه هو الغفور الرحيم. Thank you.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها الإخوة بالله، كثير من الناس يرسون أمواتهم بعد زواجهم فلا يصلونهن في بيوت أزواجهم، وسبب ذلك أنهم يقابلون أخواتهم أثناء زيارتهن لوالديهم، فيغفلون عن عظيم أثر اختصاصهن بالصلة، وهذا تقصير كبير في حقهن. وإكرام الأخ لزوج أخته هو إكرام لها، لأن زوجها سيكرمها بسبب إكرام أخيها له. ولا تسأل عن فرح الأخت بزيارة أخيها لها في بيتها واعتزازها به عند أهله، وإحساسهم بعنايته بأخته، فيزداد إكرامهم لها لما يرون من إكرام أخيها لها، فليست عندهم بدار مذلة ولا مضيعة، ولم يتخلى عنها أهلها. وكم يفرح أولادها بخالهم ويعتزون بزيارته كما يعتزون بأعمامهم، ولا أجمل من تكرار تلك الزيارة وتلك الصلة. فإن كانت أخته في بلد غير بلده، فلا أقل من أن يتعاهدها بالمهاتفة بين حين وآخر، وإن شد رحله لزيارتها فقد أدى طاعة من أجل الطاعات، ومن أجل الطاعات وأعظمها أجرا في الآخرة وأكثرها أثرا في الدنيا. ولا تقتصر الصلة على الزيارة والمكالمة وإن كانت من أشهر ذلك عند الناس، بل ينبغي أن يصلها بالهدية وبالصدقة إن كانت فقيرة، وبالسؤال عنها وعن أولادها، وبالكلمة الطيبة بحضرتها، والتبسم بوجهها، وأعلى ذلك وأهمه الدعاء لها ولذريتها. وبعد الأخ عن أخته في طفولتهما لفراق بين أبويهما، أو لقطيعة بين زوجات الأب أو أزواج الأم، كل أولئك يجب أن لا يكون سبباً في قطيعة الأخ لأخته، فإنها ضحية مثله، وجناية أبويها عليها أشد من جنايتها عليه هو. فليطهر قلبه عليها، ولينسى الماضي بما فيه، وليصلها، وليحتسب الأجر في صلتها. وعلى الأخ عباد الله ألا يفرق في المعاملة والحفاوة بين عيال إخوانه وعيال أخواته، بحجة أن عيال إخوانه يحملون لقبه، فإن الأخوات يلحظن ذلك ويتأثرن به. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد ابن الأخت من القوم، فقد دعا الأنصار في شأن من الشؤون، ثم قال لهم: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله. إلا ابن أخت لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. رواه الشيخان. ومن الإحسان إلى الأخت عباد الله بعد موتها أن يتفقد أولادها، وأن يدعو لها، وأن يبري ذمتها، وأن يتصدق على صحيفتها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله أحق. رواه ابن ماجه. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا حقوق أخواتكم عليكم، وصلوهن بما تستطيعون من أنواع الصلة، فإن في هذه الصلة بسطاً في الرزق وطولاً في العمر، مع ما فيها من أجر عظيم في الآخرة، ولا يحرم فضل ذلك إلا المحروم. ثم صلوا على خير خلق الله، وقد أمركم بذلك ربكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وانتصر المظلومين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله، واذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.